تخيل أن إخوتك ألقوك في غيابة الجب وأنت صغير، أو أنك في مواجهة عدو يتربص بك من جهة وفي جهة أخرى تواجه خطر الغرق. حسناً، ماذا لو كانت أمك لا تملك حلاً إلا أن تلقيك في اليم حتى تحميك؟ ماذا لو خذلك أقرب الناس من لحمك ودمك وبذل مجهوداً كي تقتل؟ ماذا لو اعتزلك الناس لأنك مريض بمرض معدي بعدما كنت بصحة وعافية؟ كيف ستشعر عندها؟ لطالما خاطب الله تعالى مشاعرنا عبر آيات القرآن الكريم وسرد قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو سرد أخبار الأولين، ليجعلنا أمام صورة مشاعرنا الحقيقية وكيف نتعامل معها. فتارة يصفها لنا، وتارة أخرى يعلمنا كيف نتعامل معها. فإن ضبطت مشاعرنا ضبطت أفكارنا، ومن ثم ضبطت أفعالنا، وعندها نفلح. برنامج آيات ومشاعر، برنامج نبثه على شكل حلقات مباشرة خلال الشهر الفضيل على قناة إشراقة روح باليوتيوب. نتكلم فيها عن 20 نوع من أنواع الشعور في القرآن، وكيف يمكننا التعامل معها حتى نكون من أهل الفلاح، وكيف ستساهم في جعل رمضان أجمل. فكرة جديدة تأتيكم كلياً عبر قناة إشراقة روح من الأحد إلى الخميس. تبدأ أولى الحلقات يوم الأحد 17 من مارس 2024 الساعة 1 ظهراً بتوقيت سلطنة عمان. أراكم على خير.